يا ريت بقى سعادتك تهتمي بيه شويه زياده. مش محتاجه توصيه يا دكتور، طلبه كلهم عندي واحد. اتفضل يا مرجان. على اذنك يا دكتور. شريف قول لي يا ميه. مرجان احمد مرجان، قولي لي يا مرمور. لا ده احنا سنتنا حلوه كلنا ان شاء الله. بس يا انكل. انكل ايه بقى؟ الحاجات دي ما تنفعش هنا طنطماية. الواد ده بيبص لي كده ليه؟ ده محمود نور الدين، مالكش دعوه بيه. ده رئيس اسره نور الحق ومحبتها قوي. رئيس اسره ايه؟ بعدين؟ لا أصل أول يوم بقى ومنتعرف على الزملاء يعني. المحاضرة مش مكان للتعارف يا مرجان، دي مش كافيتيريا. مصطفى وصل له ورقة الأسئلة. امتحان إيه؟ وإحنا لسه اصطبحنا؟ هو متضر للنار كده على طول؟ أيوه. أصل يعني مؤاخذة أنا لسه مستجد ومسخنتش يعني. اكتب اللي تعرفه. أكتب اللي أعرفه. آه إحنا مع بعض مهاميه، ها؟ نشغل بعض شوية، وأنا تحت أمرك في أي خدمة يعني. التليفون ده لسه جاي لي نوفي، ده بكاميرا، ده هدية مني ليكي. ميرسي قوي. دي ورقة عشان تجاوب فيها، وده قلم. خبي كتاب، خبي كتاب، دي بصلنا. ده امتحان أوبن بوك. أوبن بوك إزاي يعني؟ مسموح نبص في الكتب والمراجع. طب ما التعليم بقى سهل قوي اهو. يعني مسموح لكم كده انك انتوا تنقلوا من الكتب عين عينك قدام المدرسين. وانا اقول العيال خابت ليه؟ اتفضل. ايه ده؟ مرجع عشان تنقل منه. انقل من كل ده؟ طب ما تنقلي اللي انت بايدك الحلوه. ما ينفعش. يو 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 يو، نورت المحاضرة يا عم الحاج. احنا النهارده زهر النبي، هيثم دبور منوره باهلها. مرجان احمد مرجان. مورجان بيوتيفول. حد يجي الخنقه دي برجليه؟ ايه اللي رماك على المر؟ القمر منه. وبعدين انا متاسف جدا يا دكتور، انا الوقت سراني وانا في المكتبه بعمل ريسيرش. وبعدين انت متاخر ربع ساعه على المحاضره يا عدي. انت عارف النهارده في اكزام، الوقت ده مخصوم من وقت اجابتك. انت ايه اللي جابك متاخر؟ الامتحان ابتدى بقاله ربع ساعه. الواد ده اتمنع من دخول المحاضرات لغايه اخر السنه، لان اللي ما بيحترمش المحاضره بتاعته يبقى ما بيحترمش زمايله ولا بيحترم المدرسه بتاعته. انت مالك انت؟ بتتسحب من لسانك ليه؟ انا كنت بقول يا ابله يعني عشان ما تقولش. وانا مش ابله. اللي يتكلم هنا يبقى باذن. اتفضل اقعد. اتفضل يا عدي. همدلك الامتحان ربع ساعة. مش ايه بقى تبدلي الامتحان ربع ساعة؟ لا ده كوسة بقى بصراحة. مش معايا؟ لا بقى ده كوسة بقى. كوسة انا من كوسة. هنعمل بقى شوية في الواحد يعمل ايه ده؟ ايه ده؟ انت يا مرجان؟ ده ربع ساعة. يا مرجان انت بتعمل ايه؟ فضلات. بابا انا سعيد جدا ان انا شفتك هنا النهارده، برافو. عدي ما تكلمش حد. بابا انا ابوك وانا حد غريب؟ جرين اشتغل انت بدي بقى. ها انا خلصت قبله حاجه زي الفل، وبارك الله فيما رزق. انا مش قبله، والورق كله بيتلم اخر المحاضره. عدي روح اقعد في البنش الفاضي اللي هناك. ايه ده الواد ده بيتكلم عليها كده ليه؟ ده واخد عليها قوي.
خلاص بقى يا مورجان نفض يا عم، كبر الجي وروق الدي. الجي ده يا اسم الجي اللي هي جمجمه، والدي اللي هي الدماغ. الله 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 الله، الواد بينفخ لها في ودنها، ده واد قليل ادب. شهيصني انت وانا رسيك على الحوار كله. وشهيصك ايه وحوار ايه؟ العالم هنا كلهم عارفين انهم مقنتمين. من التنين؟ مقنتمين. هما مين دول اللي مقنتمين؟ تامر وعلياء. مقنتمين ازاي؟ مقنتمين، ما تترجم بقى يا مورجان، خليك كول. الله، مقنتمين كده عيني عينك قدام العالم؟ يس. رايح فين يا مورجان؟ هكسر له الجي وافتح له الدي. يا ابا عمال تقتل مع البيت من الصبح ومحدش مالعين. يا ماما حرام عليك، ما ينفعش كده. كنت انت خالص، مفيش دعوه خالص. مش فاهم. مش فاهم ايه؟ سايب اختك بتتقتل في الفصل وانت قاعد قافص جوافك. بي كول مان، بي كول. سيبه بغباوته بسلطاته بابا غنوجه. بابا غنوجه كمان. هو ده صراع الحضارات. عندك صراع الحضارات. اونكل الحضارات. اونكل حرام يا اونكل، توسو ده جميل. جميل مالكش دعوه انت، انت مقنت مع نفسك، انت مالك، امشي من هنا، امشي خالص. انت يا مورجان، انت فاكر نفسك فين؟ ايه عايز انا اشوف بنتي بتتقدم قدامي واقعد ساكت؟ عايز انا اكبر الجي واروق الدي؟ ما تكلم اخ محمود، عجبك المسخره اللي بتحصل في الفصل دي؟ انهم يدعون لدين جديد يحص على الفجر والرذيله والفسق. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. انها الفتنه اخ محمود، انها الفتنه. ما احنا كل اب ساب بنته تتقدم قدامه هنبقى كلنا قرايل. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الله اكبر. مورجان اضرب بيد من حديد. ما فاضرب بيد من حديد. لا بقى انت زودتها قوي. اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره بقى. بيكول بيكول. صباح الجوافه، روح يا برنجي. انا تطردني من المحاضره؟ انا هبطلها الشغلانه دي خالص. والواد تامر عليه النعمة بحصيل. تامر ايه يا راجل وكلام فاضي ايه؟ روق دماغك. هاي جوهي انت امتي؟ هو مدلوع عليها ملوخية ولا حاجة؟ مالها مزرع اخضر كده ليه؟ بكرة تدبل وتصفر. تصفر؟ صدق هيثم ان انا حبيتك، انت ابن حلال يا دبور. وانت حبيبي. ايه السيجارة دي يا دبور؟ دي مش سيجارة. امال ايه ده يا دبور؟ دي خابور. تديني خابور يا دبور. كركنيلة بمزاج كل زي القشطة. لا 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 يا مورجان، دي تبع عدي. عدي يا ابني؟ ما انت مين؟ ما انت مين برضو؟ جايز لخبورة دبور. دن بابا. بابا ايه؟ ده انت اللي بابا. حضرتك ما انت واختك ما انت ما وانا ولا داري بحاجة. بابا ده خليني اشرح لك بس. مين دي؟ دي نورهان. البنت دي شفتها قبل كده بترقص ورا عاصي الحلاني في كليب. لا دي نورهان صاحبتي الانتيم. انتوا جايين تقدموا ولا جايين تتعلموا؟ دي لا جامعه ولا تعليم ولا اي حاجه. ما كل واحد يزنق اللي بنت على الترابيزه ولا في مدرب يقول لك ما انتم بقت انتما هي. مين ده يا اخوانا؟ انت بتقل ادبك ليه؟ فين امن الجامعه؟ انت قول لامن الراجل ده. امن ايه يا عم؟ ده احنا نقطعه هنا. قطع مين يا كوكو؟ ده ابويا. ابوك يبقى يقعد باحترامه. انا محترم غصب عنك وعن اهلك. لا